السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب. إن شاء الله هنشرح محاضرة البين النهاردة. هنشرح البين presented by دكتور أمل سعيد assistant lecturer of medical surgical in medical surgical nursing department. ال objective define البين, list the type of pain, explain the physical response to pain, describe factor affecting the client response to pain, apply the intervention used to treat the pain, discuss the nursing management according to nursing process. The outline, definition of pain, types of pain, physical response to pain, factor affecting the client response to pain, the intervention used to treat the pain, and nursing management according to nursing process. البين دوت هو unpleasant sensation, unpleasant sensation and unpleasant emotional state, حالة طبعا مش مرضية أو مش هيبقى الإنسان فيها سعيد, بتبوء على إن في dangerous state the person exposure to it. يبقى هو unpleasant sensory and emotional and physiological state impending to tissue damage. بتقول ان في حاجة مش مظبوطة عند الشخص ده, يبقى هو شعور سيء وحالة سيئة بتبو او بتقول ان الانسان ده عنده مشكلة, عنده مشكلة ما, ممكن تكون مشكلة جسمانية, بتقول ان في تيشو دامج, في تروما عند الشخص ده, في حاجة مخفية عنده, فهو دوت الايه البين. يبقى البين هو unpleasant sensory and physiological state impending by tissue damage. What do you know about البين؟ مفروض البين ده ايه؟ البين هل هو البين ده subjective ولا objective data؟ يعني البين ده اقدر ان انا اعرفه كده بان انا انظر على الشخص كده الاقي عنده بين, ولا ان هو يقول لي انا عندي بين؟ طبعا البين هو subjective and individualized state, يعني الشخص هو اللي بيقول انا عندي الم. اقدر اعرفه من لما المريض بيتكلم قدامي, لما يقول انا الحته دي بتوجعني او المنطقه دي بتوجعني. فالبين هو subjective and individualized state. البين cannot be objectively assessed, ما اقدرش ان انا اشوفه, ما اقدرش اشوفه على المريض. يبقى البين ما اقدرش اشوفه, لا اقدر ايه, اقدر اسمع من المريض حالته واقدر اعرف منه ان هو عنده بين ولا لا. يبقى البين هو subjective and individualized state. بين cannot be objectively assessed, ما اقدرش ان انا اشوفه, ما اقدرش ان انا فلان ده بيقول لي انا عندي الم الحته دي, انا عندي الم, تقول له ادخل اعمل لي اكس راي, لا ما ينفعش. يبقى البين كانت بي اوبجكتيفلي اسس, ولا زي ان انا اعمل عليه مثلا اكس راي, ولا اقدر ان انا اقيمه بالتحاليل اللي هو البلاد لابوراتوري انفستيجيشن. نيرسز كان اسس البيشنت بين باي لوكينج ات الفيسيولوجيكال تشينج. انا اعرف اعمل اسس هاو تو اسس البين, هاو تو اسس البين ان انا اعمل لوك على الفيسيولوجيكال تشينج والبيهيفير بتاع الايه بتاع البيشنت ستيت. يعني المريض متضايق, باين على وشه, باين على البوزيشن بتاعه, باين على الموفمنت بتاعته, ماسك مثلا الابدومين بتاعته, ماسك رجله, والفيش اكسبريشن بتاعته مش مريحه, فيها جرامايسنج, فيها المريض كراينج, سيفير كراينج, بيعيط بشده. ده طبعا ده كل ده اقدر ان انا اشوف من خلال المريض ده ان المريض ده فعلا عنده ايه, عنده بين. يبقى نيرسز كان اسس البيشنت بين جاست باي لوكينج ات الفيسيولوجيكال تشينج ومن البيهيفير of the patient statement. بين is a physiological defense mechanism. طبعا البين دوت هو ميكانيزم دفاع, ميكانيزم دفاع الشخص او جرس الانذار بتاع الشخص ان هو عنده مشكله ما, ولازم ان الشخص ده يتدخل او يروح يكشف او يروح يعمل تحاليل او يروح يعمل اشعه. فهو ايه, فهو ديفنس ميكانيزم بالنسبه لي اللي هو البيرسون. يبقى البين از ا فيسيولوجيكال ديفنس ميكانيزم. بين از ا وارنينج ساين اوف تيشو دامج.
برضو البين ده هو جرس انذار على ان في خطر في اللي هو الجسم الانسان، ان يعني سكت الانسان فيها بتتعرض لدمج معين، بتتعرض لابنورمال ستيت معينه. فخلي بالك يا شخص، انا عندي الم، او الالم ده بيقول ان انا موجود في جسمك، روح اهتم، روح اكشف، روح اعمل تحاليل. فالبين هو ديفنس ميكانيزم، البين ايضا هو فيسيولوجيكال ديفنس ميكانيزم، البين هو وورنينج ساين عن التشو دامج. البين هو وورنينج ساين للتشو ايه؟ للتشو دامج. يبقى باختصار هذه الشريحه، بين هو سبجكتيف داتا اند انديفيديوالايزد ستيت، بين كانت بي اوبجكتيفلي اسس، نيرسز كان اسس البين من خلال الفيسيولوجيكال تشينجز ومن خلال البيهافير اوف ذا كلاينت ستيتمنت، بين از ا فيسيولوجيكال ديفنس ميكانيزم، بين از ا وارنينج ساين للتشو دامج. الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا، انت كطالب او طالبه او طالب لازم تبقى الحاجات دي مرسوخه في ذهنك كويس جدا. البين عشان يحصل في حاجه اسمها بين ريسبتور، مستقبلات الالم. بين ريسبتور عن طريق اللي هو ان في نيرف ريسبتور، في مستقبلات عصبيه بتستقبل الالم ده، بنسميها ايه؟ بنسميها نوسيسيبتور. يبقى البين ريسبتور في نيرف ريسبتور موجوده في البودي بتسمى باسم ايه؟ بتسمى باسم نوسيسيبتور. النوسيسيبتورز ديت زي ار لوكيتد at the end of small afferent neuron. احنا عندنا في عصب وارد، في عصب باعث، وعصب وارد، في افرنت نيرف وفي افرنت نيرف. الافرنت نيرف اللي هو بيوصل الاشاره بتاعه الخطر يوديها الى اللي هو الايه السباينال كورد او البرين، فيحصل ايه؟ فيحصل استعاذه بسرعه واستغاثه بسرعه، بحيث ان ايه؟ ان يحصل استجابه، الاستجابه دي توصل لي اللي هو الافرنت نيرف، فالشخص ده ياخد باله. بمعنى ايه؟ انا مثلا بحط ميه، بسخن ميه على البوتاجاز، فانا بسخن ميه ومش واخده بالي، فمسكت الايه؟ فنسيت ومسكت الحاجه السخنه دي من غير ما اخد بالي، او من غير ما اخد احتياطاتي بان انا امسكها بحاجه او كده. ايه بيحصل؟ بتبص تلاقي اول ما ايديا مسكت الحاجه السخنه دي على طول رحت ايه؟ رحت بعد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان وصل نيرف سيجنالز، وصلت عن طريق اللي هو النيرف الافنت نيرف، راحت الى اللي هو او عن طريق النوسيسيبتورز، حصل لها استثاره. الاستثاره دي حصلت نتيجه تعرض الانسان لايه؟ الموقف بتاع الميه ده اسمه ثيرمال ريسبتور، اسمه ثيرمال ستيمولاي. لما حصل الاستثاره دي حصل ان المخ على طول استوعب بسرعه الخطر، فارسل اشارات عن طريق اللي هو الافرنت ريسبتور بان الشخص ده لازم يبعد ايه؟ يبعد ايديه. يبقى احنا عندنا بين ريسبتور، في حاجه اسمها نوسيسيبتور، النوسيسيبتورز ديت هي عباره عن نيرف ريسبتور فور بين. لوكيتد فين؟ لوكيتد في الاند اوف سمول افرنت نيورون. احنا هنا في ايه؟ في افرنت نيورون وفي افرنت نيورون. النوسيسيبتورز دي بيحصل لها ستيميوليشن ازاي؟ بيحصل لها ستيميوليشن عن طريق اما باي ميكانيكال ستيمولاي او ثيرمال حاجه سخنه قوي، او الكتريكال اللي هو الصواعق الكهربائيه، او الكيميكال زي مثلا الحاجات الكيماويه، الكلور، البوتاس، الحاجات اللي هي بتعمل مشكله عند جسم الايه؟ الانسان. فلما حصل استثاره حصل تنبيه للمخ، نبهت المخ بان لازم يتصرف، ان في هنا ناقوس خطر او في جرس خطر عندك لازم تاخد بالك. فحصل ايه؟ فحصل ان ارسلت اشارات من اللي هو الافرنت نوسيسيبتور الى اللي هو المكان الخطر ده عن طريق الافرنت نيرف ريسبتورز بان الشخص ده المفروض ان هو يبعد ايه؟ يبعد ايديه عن هذا الخطر. ده بسميها ايه؟ بسميها بين ريسبتور. طيب البين باسويز في تو بريفري تو فايبرز ترانسميت الاستيمولاي، في تو بريفري فايبرز بتعمل ايه؟ هي اللي بتنقل الاستيمولاي، وبناء عليه بيتم تحديد البين. خلي بالنا، بناء عليه بيتم تحديد شده البين. اذا كان البين ده مودريت
ولا اذا كان البين ده سيفير. ايه هما لازم الطالب او الطالبه لازم يعرفوهم كويس جدا بالنسبه لي؟ ايه هما التو فايبرز دوم؟ في اللي هو ايه دلتا فايبر وفي اللي هو سي فايبر. يبقى في عندي ايه دلتا فايبر وفي عندي ايه وفي عندي سي فايبر. ايه دلتا فايبر وفي عندنا ايه سي فايبر. ايه دلتا فايبرز؟ موجوده دي الياف بريفري، موجوده في السكن والعضلات اللي هي الماسلز بتاعه البيرسون، وميزتها ان هي بتبقى متغلفه بفاتي اند بروتينز. بفاتي ايه فايبرز اند بروتينز، بفاتي ليبس اند بروتينز. يعني يعني ايه زي ما بنقول مثلا ايه ما باجي اشوي مثلا فرخه بلاقي ايه دخان طالع منها كتير. دخان ده ايه؟ دخان ده فاتي. فاتي ايه؟ فاتي تيشوز المايلينيت. فعندنا السكن والماسلز من النوع ده بيبقى متغلف بايه؟ متغلف بفاتي ليبس، بدهون وايه وبروتينز. فده الفاتي ليبس والبروتينز عملت ايه؟ بتبقى متغلفه حوالين الخلايا العصبيه. نتيجه التغليف ده هي ادت سماكه وادت حس وادت سرعه في ان الشخص ده ينقل الايه الخطر بسرعه، وان الخطر ده يبقى اكيوت، وان البين ده يبقى ناقوس خطر، ويبقى الانس بتاعته سريعه. فالتايبس اللي دلتا فايبر بتنقل بقى انهي نوع من انواع البين؟ قال لي بتنقل لي البين اللي هو الشارب بين، الويل ديفايند بين، وفي حالات ايه بقى؟ في حالات اللي هو القطع الشديد اللي هو القط. النوع ده من انواع البين بسميه ايه؟ بسميه اكيوت بين. بسميه ايه؟ بسميه اكيوت بين. تمام. يبقى الدلتا فايبر هي بريفري فايبر موجوده في اللي هو السكن والماسلز، موجوده في السكن وفي الماسلز، بس ميزتها ايه؟ ميزتها ان هي بتبقى مايلينيتد، متغلفه بفاتي ليبس اند ايه اند بروتين. التغليفه دي ادتها قوه في سرعه انتقال الالم، فخلت الالم اللي بتنقله بقى نوعه ايه؟ نوعه شارب ورابيد وويل ديفايند، ويل اقدر اعرفه كويس، ورابيد اونست. والنوع ده بيبقى اكيوت بين. بيبقى ايه؟ بيبقى اكيوت بين. ده اول ايه؟ اول نوع من الفايبرز. يبقى الفايبر الدلتا فايبر بتنقل لي بين نوعه ايه؟ نوعه اكيوت وشارب وويل ديفايند، زي في حالات اللي هو القط، في حالات الايه؟ الجروح. طيب ليه بقى الميزه دي عند الدلتا فايبر؟ ليه؟ لانها مايلينيتد بفاتي ليبس اند ايه؟ اند بروتين. بعد كده نمبر 2 اللي هو السي فايبرز. السي فايبرز ار نوت مايلينيتد. بعد كده يبقى احنا قلنا ده ايه الدلتا فايبر. بعد كده اللي هو السي فايبر. السي فايبرز ديت ار نوت مايلينيتد، ار نوت مايلينيتد. لا هي متغلفه بفاتي ولا هي متغلفه بايه ولا هي متغلفه ببروتينز، فهي نوت مايلينيتد، ولذلك هي بتنقل بين البين ده بيبقى سلولي انديفايند، الأنس بتاعته بتبقى لونج، مش مبهم، اكنج بين، زي ايه؟ زي البين بتاع الفيسرا اللي هو الانترنال اورجان. تيجي تقول للمريض بتاع البين ده انت حدد لي الالم بالظبط مكانه فين، يقول لك هنا او يمكن هنا او يمكن هنا او يمكن هنا، فمش محدد. ليه؟ لان السي فايبر هي ان مايلينيتد او دي مايلينيتد، ما فيهاش لا لبس ولا ايه ولا فاتي ايه ولا بروتينز. بعد كده البين بتاع السي فايبر احنا قلنا هو انديفايند، سلولي، لونج اكتنج، اكنج بين، وده بسميه ايه؟ بسميه كرونيك بين. كرونيك ايه؟ كرونيك بين. بعد كده عندنا النيورون ترانسميت امبالس من الافرنت نيورون للدورزال هورن اوف ذا سباينال ايه؟ سباينال كورد. يبقى نلخص الكلام ده بايه؟ ان البين باس واي اللي بينقل البين باس واي هو تو فايبر، في اللي هو الدلتا فايبر وفي الايه؟ السي ايه؟ السي فايبر. الدلتا فايبر اكيوت بين، السي فايبر ايه؟ كرونيك ايه؟ كرونيك بين. وشرحناهم وقلنا ايه الفرق ايه ما بينهم، وده ليه اكيوت وده ليه ايه؟ كرونيك. الفاكتورز
affecting اللي هو الايه الفاكتور affecting الكلاينت ريسبونس تو بي. في عوامل طبعا، هل انا الالم بتاعي زي الالم بتاعك؟ هل انا الالم بتاعك زي الالم بتاع زميلتك؟ لا طبعا اكيد. ايه العوامل الاختلاف دي؟ اول حاجه الايج. طبعا الالدرلي بيرسون الناس الكبار في السن هيبقى درجه احساسهم بالالم قليله، لان العصب عندهم بيقل والاحساس بيه بيقل، فهتبقى قليله عن الادلت بيرسون. السكس مفيش يعني حاجه رسمي بتقول ان مثلا مين عن مين، لكن دي اختلافات بيدخل فيها البيئه شويه. يعني مثلا في اللي هو الرورال اريا، في المناطق اللي هي الريفيه، يقول لك الراجل يستحمل. الراجل يستحمل يعني ايه؟ ولذلك تلاقي الراجل يتألم شديد جدا، ولكن درجه ما بيبينش الالم. ولذلك هنا الوومن بتبقى اكتر اكسبوزنج ليه اللي هو البين عن الايه؟ عن الميل. وقلنا ان دي داخل فيها شويه فروق شويه وشويه ايه وشويه كاركترستكس شويه. الانفايرمنت طبعا قلنا ان الانفايرمنت بتفرق. انا لو قاعده في كالم انفايرمنت البين بتاعي هيقل على ما يكون ستريسفول انفايرمنت. بعد كده السوشيو كالتشرال باك جراوند، الخلفيه اللي انا جايه منها. احنا قلنا بقى يعني مثلا لو في الارياف يقول لك ايه؟ يقول لك ايه ده، معقوله الراجل بيتألم ويفضلوا يعني يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، ذاك الراجل اللي يجيله الألم ولكن رايح جاي طالع نازل رايح الشغل جاي من الشغل وهو بيتألم ألم شديد جدا من جوه، لكن ما بيبينش. ليه؟ لأن دي عقائد ومعتقدات بيئيه، سوشيو كالتشرال ايه باك جراوند. يقول لك ايه، هو في راجل بيتألم؟ لا، يبقى راجل فافي مثلا، فاهمين ازاي؟ فده بيختلف على السوشيال ايه؟ كالتشرال باك جراوند. بعد كده الباست اكسبيرينس ويز بين، البيشنت او البيرسون هو اكسبوز تو بريفيس بين، هي ايه؟ هيبقى درجه احساسه بالالم بتختلف عن اللي هو البيرسون اللي جاله الايه؟ البين فور ذا فيرست تايم. فور ذا ايه؟ فور ذا فيرست تايم. اكيد اللي هو جاله الباست اكسبيرينس بالبين اكيد بقى هيقدر يعرف يتحكم فيه شدته ازاي، هيقدر يستخدم وسائل تقلل الالم ده ازاي، هيقدر يعمل حاجات بوزيشن معين، هيعمل مساج، هيقعد مثلا في كالم انفايرمنت. لكن لو اول مره مش هيعرف يتصرف، مش عارف طبيعه الالم، مش عارف التايب بتاعه، مش عارف الانست بتاعته، مش عارف الريليفنج فاكتور بتاعته، مش عارف هو امتى بيروح ولا امتى بيجي، فبيختلف. فالباست اكسبيرينس ويز بين اكيد طبعا بتاثر. الريسبونس اوف الاذر، الريسبونس اوف الاذر هنا يعني معناها السبورت اوف الاذر. البيشنت او الشخص المدعم من الاخرين اللي هو معاه مثلا المذر والفازر والدوترز والسن، طبعا غير لما يكون لونلي بيرسون بيختلف. ولذلك مهم جدا انا از نيرس ان انا اعمل سبورتنج ايموشنال سبورتنج للبيرسون. ده بيفرق في ايه؟ في اللي هو ريليف اوف ذا البين. يبقى من الفاكتور افكتنج البيشنت ريسبونس تو البين الايج، السكس، الانفايرمنت، الايموشنال ستيت، السوشيو كالتشرال باك جراوند، الباست اكسبيرينس ويز بين، الريسبونس ايه؟ الريسبونس اوف الاذر. ايه تاني؟ النولج ديفيسيت، لاك اوف اندرستاندنج السورس هيديني ايه؟ هيأثر لي على الاوت كام اوف بين، وهيديني نيجاتيف اكسبيرينس للبين. يعني انا لو ما عنديش معلومه عن الالم اللي عندي ده، اي كلمه هصدقها، اي حاجه هتتقال لي من اي حد هصدقها، في في قال لي اعملي كذا او حطي خلطه كذا هصدقها. فانا ما عنديش النولج، ما عنديش النولج بيس. فاللاك اوف الاندرستاندنج هيديني مخرج صعب، بور اوت كام، مخرج سيء للالم، والالم هنا مش هيروح، وهيديني نيجاتيف بين اكسبيرينس. خبرتي او الخبره اللي هتتكون عندي عن الالم هتبقى خبره مش كويسه. يبقى نولج ديفيسيت عن البين هيديني حاجتين مهمين جدا، هيديني بور اوت كام ونيجاتيف اكسبيرينس، هيديني بور اوت كام ونيجاتيف ايه؟ ونيجاتيف اكسبيرينس. ده بالنسبه لي النولج ديفيسيت. ايضا الريليجيوس بيليف، الريليجيوس بيليف المعتقدات الدينيه اللي عندي. طبعا في بعض من الناس اللي هي المتشدده شويه تقول لك ايه؟ لا ده هو انا اعتقادي الديني عن البين ان هو عقاب من ربنا، ان ربنا بيعاقبني. وفي بعض الناس تقول لا ده مثلا اختبار، ده تيست فروم ذا جاد. فالريجيس بليف بتختلف من شخص لاخر. يبقى في بعض بيعتقد ان هو بانشمنت فروم جاد،
وده بيبقى الشخص ده على طول انجري، على طول غاضب على ده او في حاله غضب، فطبعا هتاثر تاثير سلبي على البين، هتاثر تاثير نيجاتيف على البين. وفي اللي هو شخص تاني يقول لا ده هي تيست فروم ذا جاد، وده هيديني سترونجلي انفلونس على اللي هو البيرسون ستيت، فبالتالي البين هنا هي ايه هتقل الايه الحده بتاعته وهيبقى فيه جود امبروفمنت. يبقى ريليجيوس بيليف بتختلف different from person to person. Some people see the pain is a banishment from God. ودوت هيبقى continuously anger. والستيت بتاعت البين هتبقى بور. وفي اللي هو some person see the pain is a test from God. ودوت بيبقى راضي وبيبقى الحالة بتاعته بتبقى good. وبيبقى فيه comfortable state. وده يديني ايه good outcome للايه لreducing the pain. ال educational background. انا لو انا دكتور وبتعامل مع البين غير لما يكون انا مدرس وبتعامل مع البين، غير لما يكون انا مهندس وبتعامل مع البين، غير لما يكون انا طالب وبتعامل مع البين اللي عندي، غير لما يكون انا مش متعلم وبتعامل مع البين، غير لما يكون انا عامل عادي بسيط وبتعامل مع البين. فالإديوكيشنال باك جراوند بتختلف وبالتالي الاوت كام اوف البين بيختلف، وبالتالي الايه اللي هو تريتمنت ستيت اوف ذا بين اند الباست اكسبيرينس بتختلف. الطيب ايضا اوف البين، بس احنا اجلنا الطيب اوف البين للشريحه اللي بعد كده عشان هناخده هنتكلم فيه شويه. الاتنشن اوف البين، انا لو انا مركزه 24 ساعه في الالم اللي عندي، عندي مغص شديد جدا وجبت له شفت سوائل خدت ميديكيشن ما بيروحش، فطول ال 24 ساعه اجي اذاكر سايبه المذاكره ومركزه في المغص، اجي اروح عند صاحبتي سايبه الكلام بتاعهم ومركزه في المغص. فانكريز الاتنشن هيعمل انكريز البين، لكن الديستراكشن هيقلل البين. يعني ايه ديستراكشن؟ اللي هو التشتيت، ان انا ابعد تشتيتي وان انا ابعد شويه عن الايه عن الالم او عن تفكيري في الالم، فدوت بايه بيقلل ايه بيقلل الايه البين. يبقى الاتنشن كل ما زاد الاتنشن انكريز الاتنشن توورد البين هيعمل انكريز الستيت اوف بين، وكل ما انا عملت ديستراكشن عن اللي هو البين كل ما هيؤدي الى ان البين ايه البين هيحصل له ديكريز. بعد كده من ضمن برضو الفاكتور اللي هي بتاثر على البين اللي هو الانكزايتي اند الاذر ستريسرز. البيشنت اللي هو في انكزايتي، البيشنت اللي هو في انكزايتي ازاي؟ يا الانكزايتي هتؤدي الى انكريز المسلز تنشن اند الفاتيج، وده هيزود من البين ايه انتنسيتي. الانكزايتي اصلا واحد في قلق، واحد في 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 قلق مستمر، يعني انا قلقانه رايحه جايه قاعده واقفه نايمه قاعده، ده هيقلل البين؟ لا طبعا، هيزود المسلز تنشن، هيزود توتر العضلات عندي وهيؤدي الى ضعف عام عندي ومش هقدر اعمل حاجه وهيزود البين. يبقى الانكزايتي هتؤدي الى انكريز المسلز تنشن اند الفاتيج، وده كله هيؤدي الى انكريز البين انتنسيتي. ايضا من الفاكتورز اللي هي بتزود الانكزايتي بالنسبه للمريض السترينج انفايرمنت ان ذا هوسبيتال. المريض داخل بيشتكي من مغص، فقالوا له لا انت هتقعد معانا بقى ايه الكام يوم الجايين، فانا جبته كده وحطيته في سترينج انفايرمنت، هل هيبقى سعيد مبسوط متكيف؟ لا، هيبقى عنده ايه؟ عنده انكزايتي. يبقى من العوامل اللي بتؤدي الى بتزود الانكزايتي سترينج انفايرمنت ان هوسبيتال. رقم 2 سبورت بيبل نوت افيلابل. انا قاعده لوحدي مفيش حد جنبي غير لما يكون معايا ماي فازر ماي ماذر معايا ماي سان، ده بيزود من الايه السبورتنج، ده بيقلل لي من الايه من البين انتنسيتي. ايه تاني؟ الفير فروم انون، يعني يا ترى بقى اللي هم لما حجزوني كده عندي ايه؟ طب يا ترى في ايه؟ يا ترى الحاله صعبه؟ يا ترى الحاله مش كويسه؟ يا ترى الحاله مش مستقره؟ فدي العوامل اللي بتزود من الانكزايتي. يبقى الانكزايتي ليد تو انكريز مسلز تنشن اند فاتيج. فاكتورز ذات انكريز الانكزايتي نمبر 1 سترينج انفايرمنت ان ذا هوسبيتال، نمبر 2 اللي هو ان سبورت از نوت افيلابل، نمبر 3 ان الفير فروم انون. الفير فروم ايه؟ فروم انون. ايضا من الفاكتور اللي هي بتاثر على الريسبونس تو البين الفاتيج. الفاتيج هو هايتن البرسبشن تو البين.
طبعا لما يكون في فاتيج والبيرسون مش قادر ياخد يعني مش قادر يقوم، مش قادر يمارس حياته، مش قادر يمارس انشطته وعنده فاتيج، فده هايتن البيرسبشن اوف بين، بيزود البين عند الشخص. والبين is often experienced less after restful sleep as the end of the long day. وبالتالي انا لما اشوف واحد عنده فاتيج وعنده بين اكتر حاجه اقول له ايه؟ اقول له طيب ممكن تاخد ريست، ممكن تاخد ريست النهارده، تسيب شغلك، تسيب الحاجات دي كلها والحاجات اللي عندك واللي هي عامله لك توتر والكلام ده، وتاخد ريست فول سليب، تاخد فتره كده فتره راحه او فتره نوم راحه كده، هيحس بفرق، اكيد هيحس بفرق، والبين ده هيروح. يبقى اكيد هيحس بفرق والبين دوت ايه؟ والبين ده هيروح 100% هيروح. يبقى الفاتيج هايتن البرسبشن اوف بين اند انكريز الليفل اوف بين اند سو تو ديكريز الفاتيج اند 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 الانكزايتي ستيت ديت اللي عند البيرسون، اسك ذا البيرسون اند البيشنت ان هو تو تيك ريستفول سليب از ذا اند اوف ذا لونج داي. ايضا من العوامل اللي بتزود او بتاثر على البين الكوبنج ستايل، طريقه التكيف. It's important to understanding the person coping to resource during the painful experience. طريقه التكيف للبين ازاي؟ هل البيرسون ده تكيف مثلا عنده مغص في بطنه فجاب مثلا بيلوز واسندها على 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 الابدومن فاستريح؟ هل لما انا عندي الم فقعدت قدام التي في فاستريحت؟ هل انا لما عندي الم اتكلمت مع اللف بيرسون الشخص انا بستريح له فاستريحت؟ طريقه الكوبنج دي بتاثر اما بي انكريز البرسبشن تو البين او بديكريز البرسبشن تو الايه؟ تو البين. يبقى الكوبنج ستايل اتس امبورتنت تو اندرستاند الكلاينت كوبنج ريسورس ديورنج البينفول اكسبيرينس. كوميونيكيشن مع السبورتيف فاميلي او الاكسرسايزز او اللي هو الساينينج او مثلا التوكينج تو لاف بيرسون، ده كله بيعمل ديكريز الاكسبيرينس اند البرسبشن تو البين. كنا قلنا من ضمن الفاكتورز اللي بتاثر على الريسبونس تو البين الطيب، وان احنا ناجل الكلام ده للحته لشريحه ثانيه عشان نقولها بالتفصيل. فجينا ليه احنا للطيب اوف بين؟ انت كطالب او انت كطالبه مهم جدا عندي ان انت تعرفي تفرقي لي ما بين الاكيوت بين والكرونيك بين. الاكيوت بين والايه؟ والكرونيك بين. الاكيوت بين خلي بالنا احنا لو نفتكر ان مين الباثويز اللي بتنقل الاكيوت، ها سامعاك اهو انت بتقول او سامعاك وانت بتقول، كان مين الباث واي فايبرز؟ الدلتا فايبر. ومين الباث واي فايبر اللي بتنقل الكرونيك؟ ها صح، برافو عليك، اللي هي الايه؟ اللي هي السي اي السي فايبر. بالنسبه للاكيوت بين از يوجوالي تمبرري، هو الاكيوت بين ده حاجه ايه؟ بتبقى مؤقتا وبيبقى صادن ان اونست، يجي في ايه؟ يجي فجاه، ولوكالايزد ويل ديفايند، وبياخد مده less than 6 ايه 6 مانس، زي التروما، زي الانفلاميشن، زي السيرجري، وزي القط، وزي الايه، وزي الكونتيوجن. يبقى ده كلها ايه؟ ده كلها اكيوت بين. لكن الكرونيك بين هو برولونجد بين انديفايند لونجر ذان 6 مانس اند نوت ايه نوت اسوشيتد ويز ايدنتيفايبل ايه كوز. ولكن معظم الناس قالت ان هو ممكن يجي انترميتنت او سيفير، زي في حالات اللي هو الايه كرونيك بوست اوبرتيف بين، ايضا كرونيك بين زي البين بتاع الكانسر، زي مثلا كرونيك بين افسر زائد الماستكتومي، دي كلها ايه؟ دي كلها كرونيك ايه؟ كرونيك بين. يبقى التايب اوف البين احنا كده فرقنا ما بين الاكيوت بين وما بين الايه؟ وما بين الكرونيك بين. طيب التايب اوف بين اكوردنج تو اللوكيشن، اكوردنج لايه؟ للوضع، للبوزيشن، للوكيشن، للسايت. قال لي في سوبرفيشال بين، الم سطحي، الم على البودي سيرفيس، بسميه ايه؟ بسميه سوبرفيشال ايه؟ بين. طبعا مطلوب منك كطالب او طالبه تحفظهم لي صم، يعني لازم اقول لك ايه اكوردنج تو التايب، تقول لي كذا وكذا، تفرق ما بينهم، لان ممكن يجي لك مقارنه، ممكن يجي لك ديفرنشيات ما بين اكيوت وكروني، ممكن يجي لك ايه ديفرنشيات اكوردنج تو لوكيشن، ممكن ما اجيبلكش السؤال صريح، هقول لك مثلا ديفرنشيت بتوين زائد اللي هو البين اكوردنج تو التايب، او اكوردنج تو لوكيشن. اكوردنج تو لوكيشن يبقى سوبرفيشال اللي هو ان زائد اللي هو الابر زائد البودي سيرفيس، وفي اللي هو الديب. الديب ده
في عندي حاجتين، في ديب فيسرال وفي ديب سوماتيك. الديب فيسرال، كلمه فيسرال ريفير تو انترنال اورجان. الديب فيسرال ده ريفير تو ايه؟ ده ريفير تو انترنال اورجان. وعامة البين بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى كونستانت، ثابت او انترميتنت، او ايه؟ او انترميتنت، ماشي؟ ده بنبدأ بتاع الايه؟ بتاع الديب ايه؟ الديب فيسرال. وفي اللي هو الديب سوماتيك. يعني ايه بقى الديب سوماتيك؟ اللي هو ريفير تو البين اوف المسلز، البين اوف ذا اللي هو البون، او البين اوف ذا اللي هو النيرف، او البلاد فيسلز. يبقى ما اقول كلمه سوماتيك هو ايه؟ هو بتاع المسلز او النيرف او البون او البلاد فيسلز. بيبقى نوعه هنا ايه؟ بيبقى ضل اند بورلي لوكالايز. يعني ايه ضل؟ مش مفهوم، حاجه مش واضحه، حاجه مش ما اقدرش اميزها. يبقى هو ضل اند بور ايه؟ لوكالايز، ماشي. طيب ايه تاني من ضمن اكوردنج تو لوكيشن؟ في اللي هو الريفيرد بين والرادييتنج بين. الفرق ما بينهم ايه يا اولاد؟ الريفيرد بين، ها خليك بقى عارف الريفيرد، افتكر كلمه ريموت عشان اعرف الريفيرد. افتكر كلمه ريموت بتاع التلفزيون، هو البين اللي جه في سايت ريموت عن الايه؟ اللي جه في سايت ريموت عن الاكزيستنج سايت، عن الايه؟ عن الاكزيستنج سايت او عن الافكتد اورجان. تاني ريفيرد بين هو البين اللي جه في اريا ريموت بعيده خالص عن الافكتد اورجان. تاني ريفيرد بين يا دكتوره، ايه هو الريفيرد بين؟ الريفيرد بين هو البين اللي جه في مكان في اريا ريموت بعيده خالص عن الافكتد اورجان، زي الم الجلطه القلبيه اللي هو ده الم في الكوروناري ارتري، الشرايين التاجيه بتاعت القلب. لكن انا شفته فين؟ شفته عند الشولدر بتاع البيشن، شفته عند الجو بتاع البيشن، شفته عند الارم بتاع الايه؟ بتاع البيشن. يبقى احنا عندنا الريفيرد بين هو بين جه في اريا ريموت بعيده خالص عن الافكتد اورجان. اما بالنسبه للرادييتنج بين، الرادييتنج بين هو بين اكستند فروم الايه؟ الاوريجينال سايت. هو بين اكستند، هو جاي من المكان المصاب نفسه. طيب وراح فين؟ وراح في اماكن، الاماكن دي متغذيه بديرماتوم باتر، بمناطق عصبيه وبنقط عصبيه متغذيه كده، ومغذيها اللور بارت اوف ذا سباينال نيرفز اوف ذا لور بارت اوف ذا سباينال كورد. مثلا انا عندي الم في الابر باك اوف ذا نيك، فعلا هيجي فعلا بين عندي في الابر باك اوف ذا نيك، لكن رادييتنج ليه اللي هو الابر شولدر والالبو واللي هو الريست والايه والفينجر اوف ذا هاند. شوف بقى جه في كذا منطقه. قال لها حد يقول لي جه في المناطق دي ليه يا دكتوره؟ عشان الديرماتوم باتر. الديرماتوم باتر هي سبيشاليزد نيرف اريا انرفيتد فروم سبيشال ايه؟ سبيشال نيرف اوف ذا لور بارت اوف ذا سباينال كورد. تمام كده؟ طيب بعد كده في اللي هو الفانتوم ليمب. الفانتوم ليمب هو الفانتوم بين، هو بين اوكير في نون اكزيستنج اريا او بين بيرزيستنج في نون اكزيستنج بارت. هو الم اللا وجود او الم اللا شعور او الالم المخفي، يعني الم في حته مش موجوده اصلا. ده بسميها ايه؟ بسميها فانتوم بين. الفانتوم بين هو عباره عن بين بريزنت ان نون اكزيستنج اريا او نون اكزيستنج بارت. زي ايه اشهرها؟ زي الايه؟ زي البين اوف الامبيوتيتد ليب بتاع اللي هو ايه؟ لما اجي اقطع قدم لشخص سواء كان حاله دايابيتك او حاله مثلا او حاله اكسيدنت، يفضل بعد ما قطعت البارت ده يفضل يعيط طول الليل ويقول لك الم في رجلي، انا حاسس برجلي بتوجعني او انا حاسس بايدي بتوجعني وهي مقطوعه. فده بسميها ايه؟ بسميها فانتوم بين. فانتوم بين بين ان نون اكزيستنج ايه؟ بارت. بعد كده السايكولوجيكال بين، ده بين نوت ريليتد تو فيسيولوجيكال ستيت اوف ذا بودي بات از ريليتد تو الايموشنال اند سايكولوجيكال ستيت.
في السنترال بين، ده اخطر واصعب يعني واخطر انواع الالم. ليه؟ لانه هو جاي من البرين. السنترال بين هو جاي بين فروم ذا برين، ودوت في حالات ايه؟ في حالات نتيجه ضغط على البلد فيسلز اوف ذا برين، في حالات التيومر والكانسر، او نتيجه هيموريج، او نتيجه اللي هي في حالات البرين ستروك، او نتيجه انفلاميشن. فدوت اخطر واصعب انواع الايه الالم اللي هو السنترال ايه بين. يبقى نقولها بسرعه بقى كده، اكوردنج تو اللوكيشن تايب اوف فين، اكوردنج تو اللوكيشن، يا اما سوبرفيشال يا ديب، والديب دي فيسترال او سوماتيك. في عندي ريفيرد وراديات، وقلنا الفرق ما بين الريفيرد بين والراديتنج بين. في برضو اللي هو الفانتوم ليمب بين، او اللي هو بين اوف نان اكزيستنج بارت. في سايكولوجيكال بين وسنترال بين، وده اخطرهم لانه جاي مباشره من اللي هو الايه البرين. بعد كده الريسبونس ايه؟ الريسبونس تو البين ثلاث حاجات، فيسيولوجيك يا اما ايه برافو، يا اما سمباثيك يا اما بارا سمباثيك. نمبر 2 بيهافير، موفينج اواي، ريستلسنس، بروتكتنج البينفول بان هو ريفيوز تو موف، الافكتيف exaggerated weeping, restlessness, withdrawal, anxiety, depression, and ايه؟ and بعد كده الكومبوننت اوف البي، ازاي اعمل بين اسسمنت؟ باك ريست. الباك ريست اول حاجه اللي هو ايه؟ حرف البي. البي ان انا بشوف ايه هي البروفو البالييتيف فاكتور، اللي هي العوامل اللي بعملها تخلي البين يروح، وايه هي الاجريفيتنج فاكتور، العوامل اللي انا بعملها تخلي البين يزيد. فبقى فالعوامل زي ايه البالييتيف فاكتور؟ ان انا امسك بلوز وامسكها كده فاستريح، ان انا انام، ان انا استريح على السرير بوزيشننج. طيب ايه العوامل اللي عملتها البين يزيد؟ ان انا اتوتر، ان انا ازعق، ان انا اعيط قوي. ففي الاسسمنت اوف البين بشوف ايه العوامل اللي هي بتعمل لي تخفيف للالم اللي هو البالييتيف فاكتور، وايه العوامل اللي بتزود الالم اللي هو ايه؟ اللي هو الاجريفيتنج ايه فاكتور. بعد كده رقم 2 بسال على الكواليتي اوف البين. انكرج البيشنت تو ديسكرايب هيز اور هير البين. يا عم احمد وصف لي كده الالم اللي عندك. يبقى انكرج البيشنت تو ديسكرايب هيز اور هير الايه البين. فيقول لك والله يا بنتي ده انا زي ما تكوني جايبه سكينه وحطها في صدر، يبقى ده كده ايه؟ ده كده استابل. او يا بنتي ده انا زي ما يكون دبوس وعمال ينفص في صدري، يبقى كده بيرسنج. او زي يا بنتي ده زي ما اكون حاطه حجر طوب على صدري، يبقى كده بريشرنج. فهو ايه؟ فانكار الكواليتي اوف البين، انكارج البيشنت تو ديسكرايب التايب اوف بين، هل هو شارب ولا ستابنج ولا بريشر ولا دل اور اكينج. طيب بعد كده الراديشن هو بيسمع فين؟ راديتنج ايه؟ راديتنج بين. انستراكت ذا بيشنت تو بوينت، يشاور على الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت البين. مع هنخلي في اعتبارنا ان الفيسرال بين، الفيسرال بين الالم بتاعه بيبقى difficult to localize. الفيسرال بين الالم بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى difficult to localize. بعد كده بسال ايضا على السيفيريتي اوف ذا بين. السيفيريتي اوف ذا بين بسال على شده الالم. اسك ذا بيشنت تو ريت البين، هل هو سيفير ولا هل هو مايلد ولا هل هو نو بين. طب اعمله ازاي يا دكتوره؟ لو البيشنت ده بيتكلم ممكن استخدم اسكال اشهرهم اللي هو النيوميريكال ريتنج سكال، ده مشهور جدا من 0 ل 10. بقدر اخلي المريض يقيم ايه نفسه ويشاور على ايه؟ على مكان الايه البين. يبقى انا قلت 0 هو مفيش بين، مايلد من 1 ل 3، 4 ل 6 مودريت، من 7 ل 10 ايه سيفير. ده اسمه ايه؟ اسمه نيوميريكال ريتنج بين سكال. بعد كده برضو خلي المريض ده يا عم احمد لازم تشاور وتسجل لي في المنطقه دي. امتى بقى يا دكتوره؟ هيقول له لما يكون ديسكرايب هاو ذا بين بيجان. امتى؟ لما تكون قاعد مثلا عندك البين ده درجته عاليه قوي عندك ات الورست، وبرده لما تكون قاعد ات الليست، وافطر ايه؟ وافطر البين ميديكيشن، وبعد ما تاخد الايه الدواء بتاع القلق. يبقى امتى يسجل؟ ات الورست لما يكون البين عنده شديد قوي، وات الليست لما يكون قليل، وافطر البين ميديكيشن. ايضا مهم جدا ان انا بسال على الكرونولوجي. الكرونولوجي اللي هو التسلسل الزمني للالم. Ask the patient to describe how the pain first began. امتى بالظبط بدا يا عم محمد عندك الالم؟ ايضا اللي هو questions if the patient has changed
الانست اوف ذا بين. هل يا عم محمد بدايه الالم اختلفت عندك؟ يعني كان الاول بيجي كل يوم الصبح، بدا يجي لك مثلا مره الصبح ومره بالليل، ولا مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل؟ تشينج، اوصف لي كده التشينج بتاع الانست اوف بين. ايضا اذا بين، هل هو انترميتنت متقطع ولا كونتينوس مستمر؟ يبقى احنا بنسال على الكرونولوجي. يبقى ممكن يجي لك سؤال ليست، ليست الكرونولوجي اوف بين اكتب فيها ايه؟ ان انا اسك ذا بيشنت تو ديسكرايب هاو ذا بين ايه فيرست بيجن. نمبر 2 كويتشن عن الانست تشينج اوف بين. نمبر 3 هل اسك ذا بين از انترميتنت ولا ايه ولا كونتينوس. طيب بالنسبه لي مهم جدا يا محمد او يا مثلا يا اماني، اوصفي لي البيهيفير ريسبونس اللي انت شفتي المريض عليه، سلوكه السلوك بتاعه ايه وهو عنده الالم. هتقولي يا دكتوره والله بالنسبه السلوك انا بقيمه بثلاث حاجات، بالبوستشر، بالوضع بتاع المريض، بالفيشيال، بطريقه الوش بتاعه، وبكلامه فيربال. تاني عم اعلم عليه احمر عشان ايه تحفظه صم. البيهيفير ريسبونس بيقيم بثلاث حاجات، بالبوستشر، بالفيشيال، بالفيربال. بالبوستشر، بالايه، بالفيشيال، بالفيربال. ازاي بقى يا اماني قيمتيه؟ قالت والله يا دكتوره بالبوستشر والبوزيشن لقيته عنده جروس موتور اكتيفيتيز، يعني عنده نشاط حركي جامد جدا، رايح جاي رايح جاي، وعمال ايه يعمل لي تشينجنج للبوزيشن، والجروس اكتيفيتيز بتاعته عاليه جدا عاليه جدا مع البين. خلاص يبقى انا قيمته من الايه، من البوستشر، من الوضع بتاعه. المريض مستقر قاعد وهادي كده ومفيش الم، ولا رايح جاي رايح جاي رايح جاي، ولا مثلا عمال يتقلب على السرير، ها، في المغص الكلى والحاجات دي لا قدر الله، بيبقى المريض مش ممكن، عمال يتقلب على البلاط بتاع المستشفى. فده ايه، فانا بشوفه من البوستشر. رقم 2 الفيشيال فيتشرز، الملامح، الوش. هل البيشنت عنده بينشد لوك، يعني متغصب ووشه عنده تكشيره كده؟ هل هو ار ذي فيشيال جرايميسز، عنده غضون وغضضه في الوش ومكشر وصعب جدا تبص له وفاتيك، ولا هادي وراسي ومبتسم؟ بعد كده تالت تقييم من البيهيفير الفيربال، الفيربال اكسبريشن. Does the patient cry, moan, scream، عمال يصرخ ويعيط ويقوه ويقول اهات وكده، ولا عمال يغني ويضحك ويبتسم؟ يبقى انا خلاصه الشريحه دي ان الطالب او الطالبه لازم يعرف حاجه مهمه جدا. ايه هي الحاجه المهمه ديت؟ ان انا اعرف اقيم البيهيفير ريسبونس. تقييم البيهيفير ريسبونس من ثلاث حاجات مهمين جدا. ايه هما؟ رقم نمبر 1 البوستشر، نمبر 2 اللي هو الفيشيال اكسبريشن، نمبر 3 الفيربال اكسبريشن. بعد كده الميثود اللي انا بستخدمها تو ريليف البين، في عندي تو ميثود، في نون فارماكولوجيكال ميثود وفي فارماكولوجيكال ميثود، وفي عندي ونون فارماكولوجيكال ايه ميثود. بالنسبه للنون فارماكولوجيكال دي بتبقى نون انفيسيف، حاجه مش خطره، ما تسببش خطوره، زي ايه؟ التنس نمبر، طبعا كيوتنس ستيميوليشن نمبر 1 التنس. طبعا يجي لك سؤال بقى في الحته دي، اكمل تنس ممكن يبقى اختصارها ايه؟ انت هتقول لي ان هي ترانس كيوتنس الكتريكال نيرف ستيميوليشن. طب ايه السؤال الثاني اتحط هنا؟ او ان انا اقول لك ان التنس من الكيوتنس ستيميوليشن، ولا من الهايبونوفس، ولا من التنويم المغناطيسي، ولا من المساج؟ هتقول لي لا، ده التنس ديت هي احد انواع اللي هو الاستثاره الجلديه، او اللي هو كيوتينيوس ايه ستيميوليشن. يبقى دي طريقه الاسئله اللي ممكن تجي لك في الحته دي. يبقى التنس اختصارها ترانس كيوتينوس الكتريكال نيرف ستيميوليشن، ده عباره عن جهاز باتري، باتري باور جنريتور، بيبقى باتري باور جنريتور له تو الكترود، تو الكترود سدون بيتحطوا على الجسم، وبيعمل استيميوليت بارسز، بيديني النبضات، النبضات دي بتخترق السكن وتروح للايه؟ للنرف، وبتعمل بلوك للبين، فبيعمل ايه؟ فبيقل البين استيميولاي، فبيقل الايه؟ فبيقل البين استيميولاي، خلاص اللي هو جاي لي من السباينال كورد. تاني يبقى الكيوتنس استيميوليشن ده احد انواع الفارماكولوجيكال ولا النون؟ هتقولي لا، ده احد انواع يا دكتوره النون فارماكولوجيكال ميثود. طب يا محمد النون فارماكولوجيكال ميثود دي هي انفيسيف ولا نون انفيسيف؟ هتقولي لا والله يا دكتوره، ده النون فارماكولوجيكال دي نون ايه؟ نون انفيسيف.
طيب من النون فارماكولوجيكال نمبر 1 الكيوتينس ستيميوليشن. من الكيوتينس ستيميوليشن في عندي التنس. التنس ده اختصار ايه؟ ترانس كيوتينس الكتريكال نيرف ستيميوليشن. ده عباره عن جنريتور باتري باور جنريتور له 2 الكترود بيتحط بتوصله ويتحطوا على السكن بيبعثوا بيه امبالسز نيرف امبالسز. النيرف امبالسز دي بتعمل لي انترفير او بتعمل لي بلوك للي هو الايه للبين ستيمولاي اللي هو الواصل للايه اللي جاي من الواصل من السباينال كورد الواصل من السباينال ايه وادي شكل الايه التنس وادي شكل الجنريتور جهاز هو الكتريكال جنريتور له 2 الكترودز وبتحطوا على السكن ويعملوا ايه نيرف ايه نيرف امبالسز للترانسكيوتينس وبتعمل لي ايه بتعمل لي نبضات تعمل انترفير لي اللي هو الافرنت نيرف باسوي اللي هي جايه من السباينال كورد. الهيت ثيرابي انا قلت بتعمل دايلاتيشن البلاد فيسز بتزود اللوكال بلاد فلو بتزود المسلز ايه ريلاكسيشن بتزود المسلز ايه ريلاكسيشن بتساعد على ارتخاء الايه العضلات فانا بستخدمها في المسلز تنشن فبتعمل على ارتخاء الايه العضلات. بعد كده نمبر سي من الكيوتينيوس ستيميوليشن الكولد ثيرابي. الكولد ثيرابي ده ريكواير ابلكيشن اوف كولد في صوره مويست اور دراي على السكن يبقى ابلكيشن اوف مويست اور دراي كولد على السكن اما باي يوزنج ايس باك او باي ابلاينج ايه كولد كومبريس كيميكال كولد باك اور كولد باث. خلاص الميكانيزم ايه احنا قلنا الهيت بتعمل انكريز بلاد فلو بتعمل دايلاتيشن بلاد فيسلز بتعمل ريلاكسيشن للمسل دي بتعمل ايه بتعمل كونستريكشن عكس الهيت بتعمل كونستريكشن للبلاد ايه للبلاد فيسلز بتقلل اللوكال بين وبالتالي انا بستخدم الكولد كومبريس بستخدمها في علاج الانفلاميشن اند السويلنج بستخدمها في علاج ايه في علاج الانفلاميشن اند الايه اند السويلنج. بعد كده خلاص خلصنا الايه الكيوتينيوس ستيميوليشن احد انواع النون فارماكولوجيكال مانجمنت اوف بين. بس باجي على الثيرابيوتيك تاتش. الثيرابيوتيك تاتش ده مهم جدا 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 في المستشفى ان انا اعمل للبيشنت سبورت. الثيرابيوتيك تاتش هو قائم على نظريه ما بين 3 عناصر الانفايرمنت الهيومن بودي الانرجي. بيقول لي ان في تناسق ما بين الثلاث حاجات دول ما بين الانفايرمنت وما بين البودي وما بين الانرجي. البين لما بيجي للشخص بيكسر التوازن اللي هو الاورجانيزيشن ما بين البودي والانفايرمنت لكن الثيرابيوتيك تاتش هيجي يرجع التوازن ده فهيعمل لي مينتين للاورجانيزيشن بتوين الانرجي والبودي اند الانفايرمنت. يبقى الثيرابيوتيك تاتش هو ايه هو عباره عن مينتال كونسنتريشن اند فوكسنج and which is a hand are used to locate and transmit energy to restore the body. ايه بقى ها هترجع الطاقه هترجع الطاقه للنظام اللي هو كان قائم الاورجانيزيشن بتاع البودي اند الانفاير ايه اند الانفايرمنت. يبقى انا ممكن اقول لك ايه عرف او عرف الثيرابيوتيك تاتش. الثيرابيوتيك تاتش هو بروسيس اوف مينتال كونسنتريشن اند فوكسنج in which the hand are used to locate and transmit ايه الانرجي. الانرجي هتوديها فين؟ هتوديها علشان تعمل ريستورنج للاورجنايزيشن اوف البودي انرجي للفيلد بتوين الاورجنايزيشن اند الباتل للفيلد بتوين الاورجنايزيشن اند الايه اند الباتل. ده الثيرابيوتيك ايه تاتش مهم جدا الديفينيشن بتاعه هو مينتال بروسيس اوف مينتال كونسنتريشن اند فوكسنج. بيستخدم ايه الجسم ولا لا ده كل التركيز على الهاند. الهاند دي بترجع لي ترانسميت الانرجي تو ريستور تاني ترجع تاني للبودي بحيث يحصل توازن للاورجنايزيشن اند الباتل بتاع الثلاث حاجات الانرجي الانفايرمنت اند الايه اند البودي. بعد كده المساج. مساج هو سوبرفيشال ستيميوليشن اوف ذا بودي باي ابلاينج لايت تو ديب بريشر تو سكن. المساج هو سوبرفيشال ستيميوليشن اوف بودي باي ابلاينج لايت تو ديب بريشر تو سكن by using اما بعمل عمليه احتكاك rubbing او بعمل عمليه دائريه هي stroking وايه motion.
المساج بيعمل ريلاكسيشن، ريليف الاسترس، ريليف الماسلز تنشن، ريليف البين اوف اكينج ماسلز، بيريح الباك بين، النك، الشولدر. مهم جدا جدا المساج. اطلع من الشريحه دي بايه؟ بان لازم انا كطالب او طالبه اعرف الديفينيشن واعرف اللي هو الايفكت بتاعه. المساج هو احد النون فارماكولوجيكال ميثود اوف ريليفنج البين، وهو سوبرفيشال ستيميوليشن اوف ذا بودي باي ابلاينج لايت، بس لا، باي ابلاينج لايت تو ديب بريشر تو سكان، باي يوزنج رابنج اور ستروكنج موشن. بيعمل ايه المساج؟ ريلاكسيشن، ريليف المسلز تنشن، ريليف المسلز اك، بيستخدم في الباك بين والنك والشولدر ايه والشولدر بين. بعد كده ديستراكشن ستيميوليشن. ديستراكشن انا قلتها قبل كده ان هي عباره عن تشتيت، ان انا بشتت فكر الشخص ده عن الالم. الديستراكشن هو فوكسنج البيشنت اتنشن على سمثينج اذر ذان البين، فوكسنج البيشنت اتنشن على سمثينج اذر ذان الايه البين، اما ان هو يكون فيجوال او تاكتايل ديستراكشن او اوديتوري. يبقى هو ثلاث انواع. ممكن يجيلك سؤال ليست تايب اوف ديستراكشن. ليست تايب اوف ديستراكشن هو فيجوال، ممكن اشتت عينه بحاجه، او تاكتايل جسدي، او اوديتوري ايه سمعي. خلاص، يبقى تاني ليست تايب اوف ديستراكشن، اما فيجوال او تاكتايل او ايه او اوديتوري. It involves use of sensory stimuli with it. الاوديتوري ده بيعتمد على السنسوري، لكن الفيجوال والتاكتايل بيعتمد على الكوجنيتيف. الاوديتوري بيعتمد على السنسوري ستيمولاي which becomes the focus of the patient attention. In turn the patient is become less aware of pain. Distraction measures produce counter stimulation، تأثير مضاد جدا للألم، and activating secretion of endorphin، بيشجع على إفراز المهدئات الطبيعية اللي الجسم بيفرزها. بسميها ايه؟ بسميها اندورفين. فالمهدئات دي بتهدي من حدة الايه الألم. يبقى نطلع من الشريحه دي ان الديستراكشن، انا بعمل الديستراكشن او فوكسنج البيشنت اتنشن على سمثينج اذر ذان الايه البين. هو ثلاث انواع: فيجوال، تاكتايل، اوديتوري. الفيجوال والتاكتايل بيعتمد على الكوجنيتيف تكنيك، لكن الاوديتوري بيعتمد على اللي هو السنسوري ستيمولاي. بعد كده اتكلمنا على ان الديستراكشن اكتيفيتنج احنا ايه السكريشن اوف الاندورفين. الاندورفين هي المهدئات الطبيعيه اللي الجسم بيفرزها عشان يعمل ايه؟ عشان يقلل البين. احنا قلنا ان البين بي اكيوت اور ايه اور كرونيك، فالاندورفين ديت والديستراكشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل بيقلل البين. انا بقى كدكتوره ممكن اقول لك ليست اكزامبلز على الديستراكشن. هتقولي والله في فاريتي اوف ديستراكشن ساتش از ميوزك، موسيقى، الريدنج، القراءة، بلاينج جيم، ان انا العب العاب على الموبايل او كده، او ان انا فيزيتنج لفاميلي ممبر انا بحبهم، فهبتدي ازورهم وكده وابتدي انسى معاهم الايه الالم. يبقى انا كسؤالي ممكن اقول لك ليست تايب اوف ديستراكشن، ممكن اقول لك ان الفيجوال والتكتايل ده تبع ايه؟ هتقولي تبع الكوجنيتيف. طيب السنسوري الاوديتوري تبع ايه؟ هتقولي تبع السنسوري ستيمولاي. ممكن اقول لك ان الاندورفين دي وظيفتها ايه؟ هتقولي هي ناتشرال بين كيلر. طيب هقول لك اديني اكزامبل على الديستراكشن، هتقولي ميوزك، ريدنج، بلاينج جيمز، فيزيتنج اور فاميلي، فيزيتنج للفاميلي ايه؟ للفاميلي ممبر. ده بيندرج تحت ريلاكسيشن، ده بيندرج تحت الايتم اوف ريلاكسيشن. البي ار تي هو عباره عن ريلاكسيشن اوف فولنتري سكيليتال ماسلز. Patient encouraged to tense and then relax، ان هو يشد ايه؟ يشد مجموعه من العضلات وبعد كده يرخيها. يبقى البي ار تي هو ريلاكسيشن للفولنتري سكيليتال ماسلز. ريلاكسيشن ولا الانفولنتري، صح ولا غلط؟ لا يا دكتور، هو ريلاكسيشن للفولنتري سكيليتال ايه ماسلز. The patient is encouraged to tense and then relax الايه الجروب اوف ماسلز. Attention is focused على discriminating between the feeling felt when the muscles are relaxed and those when they are tense. يبقى بيركز على الشعور بتاعه امتى اما بعمل انقباض لمجموعه العضلات وامتى بعمل لها ايه ريلاكسيشن. ده ايه؟ ده البي ار تي. يبقى البي ار تي هو عباره عن نوع، هو عباره عن نوع من انواع الريلاكسيشن اوف فولنتري سكريتال ايه ماسلز. بعد كده في عندنا الريست والسليب، ده مهم جدا للفيزيكال والمنتال ريلاكسيشن. المنتال ريلاكسيشن ده بيبقى فيه كالمنس للمايند، امال الفيزيكال ريلاكسيشن بيبقى اكومبانت باي ديجريز ديماند.
ولذلك هيقلل الاكسجين ريكويرمنت وهيقلل البيزك ميتابوليك ريت. وهيقلل الايه؟ البيزك ميتابوليك ريت. يبقى السؤال اللي هنا في الشريحه دي، ايه هو البي ار تي؟ هو عباره عن بروجريسيف ريلاكسيشن تريننج. طيب ماشي، ايه عرفهولي، هتعرفهولي. طيب الريست والسليب، الريست والسليب في اكزامبل عليها في فيزيكال اند ايه اند منتال ريلاكسيشن. هتقولي ان المنتال ريلاكسيشن بيبقى معاها كالمنس اوف مايند. طب الفيزيكال يا دكتوره، الفيزيكال ريلاكسيشن بيبقى معاه كومباند باي ديكريز ديماند. انا ممكن الخبطك، هقول لك ان المنتال ريلاكسيشن اكومباند باي ديكريز ديماند، صح ولا غلط؟ طبعا غلط. امال المنتال ريلاكسيشن اكومباند باي ايه؟ باي كالمنس للمايند، وهكذا. ماشي. بعد كده الدرج احنا قلنا بقى ايه من الميثود اللي انا بعمل بها البين، بعالج بقى البين، يا اما نون فارماكولوجيكال يا اما فارماكولوجيكال. في الفارماكولوجيكال او دراج ثيرابي، نمبر 1 نون ناركوتيك انالجيسيك، مسكنات غير مخدره زي الاسبرين واللي هو التيلينول واللي هو النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. الانديكيشن بتاعتها حفظ، يوزد فور مايلد ومودريت بين، ورك بيست للماسلز اند جوينت بين، بروديوس انالجيسيا كما في حالات البريفرال نيرفس سيستم، ميجر سايد افكت بتاعتها نوزيا وفوميتنج وانكريز البليدنج تندنسي. يبقى ده حفظ على طول الانديكيشن بتاعتها. بعد كده الناركوتيك، احنا قلنا في نون ناركوتيك وتقولي الاكزامبل حفظ، وفي الناركوتيك زي ايه؟ زي المورفين والكودين والديرمارول. يوزد فور سيفير بين sufficient dose considerable relief pain in most cases. analgesia produce هنا بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم. طب النون ناركوتيك، النون ناركوتيك بتشتغل على البريفرال نيرفس سيستم. الميجر سايد افكت بتاع الناركوتيك انالجيسيا ريسبيراتوري ديبريشن سيديشن اند اي ادكشن. كل واحده لازم تعرف لي المثال بتاعها، ولازم تديني الانديكيشن، ولازم تعرف لي السايد افكت. بعد كده اذر ميديكيشن زي الانتي ديبريسنت والانتي كونفالسنت، دي يوز يوجوالي ان كومباينيشن ويز اوبويد اللي هي المواد الافيونيه، سبيشالي وين ذير از نيورولوجيك كومبوننت از وان اوف ذا كوزز اوف ذا بين. الاذر ميديكيشن الانتي ديبريسنت والانتي كونفالسنت دي بتعمل بلوك للبين ترانسميشن اند مي سبريس الابنورمال نيرف اندنج فروم انجري تو نيرف تيشو، تو ايه؟ تو نيرف ايه؟ تيشو. بعد كده فينس في اورال روت، في انترا فينس روت، في انترا سباينال. الانتراسباينال في منها ابيديورال وفي منها انترا اسيكال. في بعد كده في الامبلمنتيبل انفيوجن بامب وفي اللوكال نيورال ايه بلوك. خلصنا كده الايه اللي هو الثلاث حاجات. يبقى انا عندي نون فارماكولوجيكال، نون فارماكولوجيكال ميثودز قلناها، ادي اول حاجه للهاو تو تريت البين. ونمبر 2 قلنا اللي هو الفارماكولوجيكال، وقلنا انواع الدراج، انواع الدراج ايه هي والانديكيشن بتاعتها والسايد افكت. وبعدين دخلنا على الروت ازاي ادي الدراج ده، وقلنا الامثله الروت وهي حفظ جدا والديفينشن بتاعها حفظ جدا. وبعد كده في حاجه بقى اسمها نيورو سيرجيكال انترفينشن، انا ممكن اعالج الالم ده باني اشيل العصب اللي بيعمل الالم ده، باني اشيل العصب اللي بيعمل الالم ازاي؟ اني عن طريق حاجه اسمها نيورو سيرجيكال انترفينشن. النيورو سيرجيكال انترفينشن في حاجتين، نيوركتومي وفي كوردوتومي. يبقى في نيوركتومي وفي ايه؟ في كوردوتومي. النيوركتومي ده سيرجيكال بروسيجر ان ويتش البريفيرال نيرف فايبر ار اي ار سيرفت، بشيلها من السباينال كورد، فبعمل هنا بلوك لترانسميشن اوف بين. فبعمل ايه؟ بلوك لترانسميشن اوف بين. يبقى اسميها ايه؟ نيوركتومي. بشيل العصب اللي بيعمل لي قلق وبيعمل لي بين باستمرار. يبقى نيوركتومي هو سيرجيكال بروسيجر ان ويتش البريفرال نيرف فايبر ار سيرفت من السباينال كورد. از ريزلت بيحصل ايه؟ بيحصل بلوك لترانسميشن اوف بين. طيب في بعد كده كوردوتومي، هو موست كومن نيورو سيرجيكال بروسيجر فور بين ريليف، عن طريق ان انا بعمل يونيلاترال اور بايلاترال انترابشن للبين باسوي. بعمل ايه؟ بعمل يونيلاترال اور بايلاترال انترابشن للبين باسوي. في الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل في الانتيرو لاترال سباينو سالامك تراكت. بيحصل في مكانه فين؟ في الانتيرو لاترال سباينو سالامك تراكت، في الانتيرو لاترال سباينو سالامك تراكت، في الانتيرو لاترال سباينو سالامك ايه تراكت. يبقى انا عندي النيورو سيرجيكال عندي تو ايه؟ تو واي، نيوركتومي واللي هو كوردوتومي. النيوركتومي هي سيرجيكال بروسيجر ان ويتش البريفرال نيرف فايبر ار سيرفت من السباينال كورد بلوك ذا ترانسميشن اوف بين. الكوردوتومي بقى موست كومن بروسيجر، بيعملوه كتير جدا فور بين ريليف.
اما ان انا بعمل الريليف ده يونيلاترال من جنب واحد، او بعمل ريليف للتو نيرف بايلاترال. ومكانه ايه بقى للباسوي اللي بشيله ده؟ مكانه في الانتيريو لاترال سباين وسلمك تراكت، في الانتيريو لاترال سباين وسلمك تراكت. خلاص خلصنا الكلام ده، بدخل على التنويم المغناطيسي اكوا بانشر. الاكوا بانشر دي كومان تريتمنت ميثود، بيستخدمها تراديشنال تشاينيز ميديسن في الطب الصيني. اتس ا بين كنترول تكنيك ذات ريكواير انسرشن اوف ا شارب نيدل، اللي هي التنويم اللي هو العلاج بالايه، بالابر المغناطيسيه، ان انا بدخل نيدل انتو سبيسيفيك بوينت اوف ذا بودي، and is based on energy theory. Energetic effect بتاع الاكوا بانشر are also attributed to stimulate the endorphin، اللي هي ايه بقى اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هي المهدئات الطبيعيه للايه، للبين ريليف. يبقى الاكيو بانشر كومن لي ميثود، تراديشنال ميثود من زمان، بتستخدم في التشاينيز. بستخدمها ازاي؟ انا بستخدم انسيرشن اوف ا شارب نيدل، الشارب دي الابر الصينيه دي بتعمل لي رياليز للاندورفين اللي هي الناتشرال بين كيلر. فلما الاندورفينز دي بتطلع الشخص ده البين بيقل عنده، ده بسميه اكوا بانكشر. المفروض ان انا كطالب بحفظ المسمى بتاعه، وبعرف التكنيك بتاعه، وبعرف ان هو بيشتغل على ايه. بيشتغل على ان الابر دي او النيدلز دي بتعمل استيميوليت للي هو الناتشرال اندورفين. بعد كده النيرسنج مانجمنت اكوردنج تو نيرسنج بروسيس، اسسمنت باي انترفيو اوف ذا بيشنت، بحدد مع البيشنت التايب اوف بين، الكواليتي اوف البين، هل هي شارب ولا دال ولا ثروبنج ولا وات ايفر. بطلب من الشخص ده ان انا اعمل له فيزيكال اكزامينيشن، سواء كان باي الابيرنس، بشوف الفيشال اكسبريشن، البوستشر، الموتور اكتيفيتي. برده بعمل اوبزرف الفيتال ساينس، بشوف الريسبيراتوري باتر، البالس، الريستلسنس، هل البيشنت انابيليتي تو سليب ولا ايه. كل الكلام ده كله بيدي انديكيتور بان في بين. انسبكت اند بالبيت البين فول بودي اريا، بعمل انا بقى كنفسي اوبزرف للسكين كولر. كل ده بيعمل لي اسس لي اللي هو هل درجه البين سنسيشن انكريز ولا ايه ولا ديكريز. يبقى انا عملت اسسمنت باي الانترفيو، خدت منه اتكلمت عن اللي هو البين سيفيريتي، وشفت اللوكيشن، وبعد كده عملت فيزيكال اكزامينيشن، شفت الابيرنس بتاع المريض، شفت الفيتال ساينس، عملت بالبيت للبينفول اريا، شفت السكين كولر. ده كله عن طريق الايه، اسسمنت. النيرسنج دايجنوزس، ممكن اكتب اكيوت بين ريليتد تو فيزيكال انجري، ممكن اكتب كرونيك بين ريليتد تو مالجنانسي، انكزايتي ريليتد تو بين. ده كل ده في الناس بتحفظه كطالب، لازم تحفظه بحيث لو ما يجي لك سؤال اخر السنه فورميوليت نيرسنج كير بلان تو بيشنت كومبلين فروم بين، تقدر تحط اختار من دوم اي حاجه تتكلم عنها وتحط لها الجول وتحط الامبلمنتيشن والايفالويشن. بالنسبه للجول، بيشنت فيل هيلثي اند كومفورتابل، بيشنت اور كلاينت، هو بيشنت هو كلاينت ريتين ذا ابيليتي تو بيرفورم سيلف كير، الكلاينت مينتين فيزيكال فانكشن اند سايكولوجيكال ستيت، كلاينت ديسكرايب الفاكتور ذات كوز البين، كلاينت يوز ثيرابي جيفن سيفتي ات الهوم. بعد كده انكريز طبعا امبلمنتيشن بقى، انكريز النولج، اكسبلين الكوز اوف بين، اكسبلين الدياجنوستيك تيست اللي انا عملتها له، بروفايد الاكيوريت انفورميشن تو ريديوس الفير، كونكت يور الاكسبتنس اوف الانديفيديوال تو ريسبونس تو البين، ريكوجنايز الاكزيستنج اوف ايه اوف بين، listen with full attention to the patient. بستخدم الثيرابيوتيك تاتش، بستخدم الكومفورتابل بوزيشن، اسس الفاميلي تو نو الكونسبت اوف البين، وبعمل بصلح المسكونسبشن عن او المس اندرستاندنج عن البين، discuss the reason why individual may experience increase or decrease البين، هل البيشنت ده عنده فاتيج، هل عنده ستريس، هل انا استخدمت له الميثودز اوف نون فارماكولوجيكال زي الدستراكشن اوف بين. بعد كده جيف انكارجمنت تو الفاميلي ممبر تيلينج ايتش اذر بيرسونالي فيل ايه كونسرن. ايضا توك ويز انديفيديوال اند فاميلي هاو تو يوز الدستراكشن ثيرابي، ان هو يسمع قران، يسمع موسيقى، يزور احد قرايبه، البوزيشننج، يلعب مثلا جيمز، دي الميثود اوف دستراكشن. teach the method of distraction, teach the non-invasive pain reduction, give the individual the optimal reduction of pain with analgesia, after reduction of pain, return 30 minutes later
تو اسس الايفكت بقى. يبقى انا اشتغلت مع المريض ومع اهله ومع الفاميلي وعلمتهم ميثودز يستخدموها بعد ما المريض عملها، اعمل ري اسسمنت تاني بعد 38 مينتس عشان اشوف بقى تاثيره، هل البين قل، هل البين ريليف، هل الفاميلي استوعبوا الافكار دي بحيث ان هم يقدروا يعملوها تاني. بعد كده بروفايد اكوريت انفورميشن تو كوريكت الايرور اند الكونسبت، جيف ذا الانديفيديوال اوبورتيونيتي تو تيك اباوت الفير، اخليه يتكلم، اخلي البيرسون يتكلم ايه اللي بيخوفه لما بيجي الالم، هو بيعمل ايه، بيخاف من ايه بالظبط، الانديفيديوالز الفاميلي بيعملوا ايه، بيعملوا سبورت للبيشنت ازاي، وابتدي اصحح عندهم المعلومات دي. بعد كده جيف الانكارجمنت اوف الانديفيديوال تو توك اباوت البين اكسبيرينس، البرفورم كومبريهنسيف اسسمنت، اوبزرف النون فيربال ورياكشن اند الايه اند الديسكمفورت. Use therapeutic communication to know experience of pain. Assess the culture of the patient. Evaluate the past experience of pain. Assess the patient and the family to seek and find support environmental control. Reduce the pain of the precipitator factor. Select doing pain management. Assess the source and the type of pain to determine the intervention. Teach the patient about the non-pharmacological technique اللي احنا شرحناها قبل كده، عن المساج، عن الريلاكسيشن، بريسنج اكسرسايزز، الهيت ثيرابي، الكولد ثيرابي، اعلمه الحاجات دي هو والفاميلي. وجيف الانالجيسك فور بين ريليف اكوردنج تو دكتور اوردر، اكوردنج ايه؟ دكتور ايه اوردر. بعد كده في الاخر لازم انا كطالب او طالبه احفظ الثلاث حاجات دول، دي بعد الترمينولوجي الخاصه او اللي انت هتواجهها بعد كده في محاضره البين. في حاجه اسمها بينز شولت، بينز شولت هي نوع من انواع التحمل للالم، amount of pain required before individual feel the pain، amount of pain required before individual feel the pain، amount of pain required before individual feel the pain. وكل ما كان the lower the shoulder كل ما كان زي the less pain زي كان اندور تقدر تتحمله، وكل ما كان the higher the shoulder كل ما كان the shoulder ده كبير عند الشخص، كل ما كان ذا مور بين ذا انديفيديوال كان اندور يقدر يتحمله. يبقى درجه التحمل اللي ايه اللي البيشنت هيستعد ليها بعد كده لما يجي البين يقدر يتحملها، يبقى الاماونت اوف بين ريكواير بيفور ايه؟ بيفور الانديفيديوال فيل بالبين. انا بجهز نفسي وباقلم نفسي بحيث يبقى عندي اماونت من الزيرشول، لا بحيث لما يجي البين اقدر ان انا اتحملها. وكل ما كانت الزيرشول ده عندي كبير كل ما كان درجة الاندور كبيرة، وكل ما كان الثريشولد ده قليل كل ما كان درجة الاندور دي قليلة. بعد كده البين توليرانس ماكسيمم اماونت اند ديوريشن اوف بين بيرسون كان اندور، ماكسيمم اماونت اند ديوريشن اوف البين اوف البين بيرسون كان اندور، يعني ايه؟ هي الكمية والوقت من الزمن اللي بناء عليه الشخص ده هيقدر يتحمل الالم. والله انا جالي الالم وده اتحمله 5 دقايق، شخص تاني اتحمله ربع ساعه، شخص تالت اتحمله تلت ساعه، ده اسمه ايه؟ بين تولرنس. لكن البين ثريشولد هو البريود اللي انا بجهز من نفسي من خلالها ان انا استحمل البين قبل حدوثه، بيفور ذا بين از اوكي. عرفنا كده الفرق؟ طيب يبقى البين توليرانس ماكسيمم اماونت اند ديوريشن اوف بين بيرسون كان اندور، توليرانس فاري وايدلي امونج البيبل اند از انفلونسد باي ايموشن اند كالتشرال باك جراوند. بعد كده هايبر الجيسيا، هايبر الجيسيا هي اكسسيف سنسيتيفيتي تو بين، الهايبر الجيسيا هي اكسسيف سنسيتيفيتي تو بين. يبقى في بعض الترمينولوجي دي حفظ بين ثريشولد اماونت اوف بين ريكواير، بس امتى؟ قبل ما البين اوكي او قبل ما الانديفيديوال فيل بالبين، يبقى اماونت اوف بين ريكواير بيفور انديفيديوال فيل ذا ايه ذا بين. كل ما كان ذا لور ذا شولد كل ما كان ذا لور اندور، يعني كل ما كان الاماونت دي او الريكوايرد بيريود دي قليله كل ما كان درجه تحمله قليله، وكل ما كان ذا هاير ذا شولد كل ما كان ذا مور بين زي كان اندور. اما البين توليرانس هي الماكسيمم اماونت اند الديوريشن، هي الماكسيمم اماونت اند الديوريشن اوف بين البيرسون كان اندور. تاني البين توليرانس هي الماكسيمم اماونت and the duration of pain a person can endure، هي الماكسيمم اماونت and the duration of pain a person can can endure. tolerance vary widely على حسب الايموشن وعلى حسب الكالتشرال ايه باك جراوند، انما الهايبرجيسيا هي excessive sensitivity to pain. thank you.
كنت عايزة بس ان حضرتك برضه تتعلم عشان